صباح الخير أعزائي المشاهدين من برنامج نور جديد وفضائية نور الشرق، اليوم الخميس 28 شباط. بحب أذكركم أنه فيكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة على الموقع الإلكتروني www.nursat.tv اختيار فضائية نور الشرق البث المباشر، وكمان فيكم تتابعونا على صفحة نور الشرق تي في على الفيسبوك لايف برودكاستينج. ببرنامجنا لليوم رح نطرح الزواج المدني مع المحامي أنطوان طعمي، ورح نحكي إخراج وتمثيل مع المخرج عدنان كاستيرو، وختاما موضوعنا التنمر مع الدكتور سمير شلويت. بوسائل التواصل الاجتماعي اخترنا لكم لليوم هالصور. الصورة الأولى لخميس الذكارى. خميس الذكارى نتذكر موتانا، صلي معهم ولأجلهم، زور مقابرهم ونتذكرهم. كانت العيلة المسيحية قديما بتخصص خميسين قبل زمن الصوم لرفع الظفر. الخميس الأول بيرفعوا كل شيء بياض وخاصة الجبنة، والخميس الثاني كل ما هو لحوم، وكانوا يغسلوا الأواني منيح تما يبقى ظفر عالي. بالخميس الثاني بيجتمعوا وبيتذكروا أمواتهم وبيتشاركوا الطعام لقمة فرح، وبيصلوا من أجل راحة أنفسهم. ومع الوقت تحولت العادة لتصير سكارة، وهيدا خطأ ما إله معنى مسيحي. شو بيكون أفضل لو منرجع روح المسيحية لعيالنا؟ ما منوقف هاللقاءات، بس منرجع لها معناها المسيحي الحقيقي. ترجع تجتمع العيلة، تتناول الطعام، تتذكر موتاها، وتصلي من أجل راحة أنفسهم، وتفرح برجاء القيامة. الصورة الثانية اللي اخترناها اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، مقصد اليوم: في التعاون قوة، اسأل من يساعدك لتتميم أمر لا تستطيع تتميمه لوحدك. قديش العمل الجماعي مفيد ومؤثر، حتى الصلاة الجماعية بتفيد وإلى مفعول. بداية بحب أتمنى لكم صيام مبارك. بفقرتنا الأولى من برنامج نور جديد اللي بتحمل عنوان الزواج المدني، بنحكي أكثر عن موضوع الزواج المدني معنا المحامي أنطوان طعمي. أهلا وسهلا فيك ماتر أنطوان. أهلا وسهلا فيك كمان أستاذ شربل، يعني دايما نعتبرك عمود من عامدة نور الشرق، واللي برامجك فعلا بتضوي على مواضيع حياتية، وانت عم تسبق الحدث. يعني اليوم اهم التلفزيونات اللي من عشية رح يحكوا عن هذا الموضوع، فانت عم تحقق نقلة نوعية هلا اليوم، انك مسبقهم كلهم. موضوع الساعة الزواج المدني، شو تعريف الزواج المدني اذا بدنا نحكي كتعريف؟ هو في كتير عم يتوهموا من العملية الزواج المدني والزواج الكنسي أو الديني. يعني الزواج قبل ما نحكي إذا كان مدني أو غير مدني، شو هو الزواج؟ يعني هو عقد يربط شخصين ذكر وأنثى يتفقان على العيش سويا تحت سقف واحد وإنجاب عائلة. هذا المفهوم. وبده مثل أي عقد رضا وقبول ليتم، يعني شخص يعرض والثاني يقبل، يعني مثل العقد المدني، عقد الزواج كله، حتى العقد الزواج ما يسمى بالكنسي أو اللي عم نحكي بلبنان المحمدي. أوكي. اليوم لما يسأل الخوري يقول له هل تقبل أمة الله زوجة لك؟ أوكي. بده يجاوبنا هذا العقد، وفيس فيرسا بيسأل للعروس هل تقبلين عبد الله شربل زوجا لك؟ بقول له هذا شروط العقد، الرضا والقبول. وهي بده يتم، يعني عقد حتى لو كان شرعي او كنسي بده يتحدد انه فلان وفلاني عقدا قرانهما، و لا ينتج مفاعيله هذا الزواج إلا يسجل
في الدوائر الرسمية في الأحوال الشخصية. يعني هون إذا بدنا نحكي على صعيد لبنان ما بيعطي مفاعيله هيدا العقد إلا ما يتسجل بدائرة الأحوال الشخصية، مفاعيله القانونية. يعني اليوم عندنا كتير حالات بيتجوزوا كانوا كنسياً ما بروحوا بيسجلوا زواجهم، وبيجيهم أولاد وما بيسجلوا أولادهم، وهو لا بيقعوا بإشكالات كبيرة. في ناس عم بتعاني من هيدا الموضوع ما بتسجل زواجها كتير، في منهم أوكي ما عم بيسجلوا زواجهم وبصير عندهم أولاد هون بيصيروا مكتومي القيد، يعني بدها تصير فيه بدعاوي وبدك تسجل، يعني ما بقعد فيك لا تورط ولا يورث ولا في نسب. فالزواج المدني هو بكامل عناصره خاضع للقانون المدني بكامل، انما لبنان بتركيبته اللي هو كان 17 طائفه وصاروا 18 هلا عملوا نظام طوائفي، ولا بالاساس احنا بنعرف يعني كان المنطقه خاضعه ايام العثمانيين للشرع الاسلامي، يعني لسنه 1951 اوكي كان بعد ما في نظام احوال شخصيه طوائفيه ل 59 لنعمل قانون ارث لغير المحمديين، يعني ل 59 كان كلنا بعدنا تابعين، حتى كانوا المسيحيين تابعين لهذا القانون نظام الشرع الاسلامي. وهلا نحن بحالتنا اذا في كتار بعد ما نعمل لهم حصر ارث اذا في كان وفاه تامه قبل ال 59 مضطرين نطبق الشرع الاسلامي عليها لانه ما في مفعول رجعي كان قانون الارث. نرجع لموضوعنا، الزواج وعقد بين ذكرين وانثى. الفرق انه لما تعمله مدني اوكي ينتج كامل مفاعيله وبتسجل بالاحوال الشخصيه. اذا عملته كنسي اوكي ما بيكفي انك تاخذ الورقه من الخوري او من الشيخ، بدك تروح تكمل معاملاتك الاداريه وتسجله بالاحوال الشخصيه. ليش الزواج المدني عم ياخذ هالاهتمام بين ناس قبلاني فيه وناس رفضته؟ استاذ شربل يعني مع احترامنا للي عم يرفضوا بدهم يراجعوا الدستور. يعني انا ممكن هلا بعطيك انا رايي الشخصي بعدين بس عم نحكي عنهم هلا. الدستور شو الدستور بيقول؟ بل حرية المعتقد. حرية المعتقد اوكي واضحة، يعني هذا مادة دستورية وليس مجرد قانون. انا يا اخي بدي اؤمن، يمكن ايماني بربي وارد، بس انا بحرية المعتقد بدي زواجي يتم وفقا لقانون مدني عرضه وطلب بيني وبين الشريك الاخر. وتعطيك مثل بسيط، 99% من المسيحيين في العالم يخضعون للزواج المدني. 99% اوروبا كلها، امريكا كلها، كيف استراليا، بكتار من دول العالم اوكي. والزامي مش بس اختياري، الزامي الزواج المدني. بس هذا لا يمنع، نحن بنعرف انه في كتير حتى بل بايطاليا يعني الزواج المدني الزامي، بس هذا لا يمنع اذا انا مؤمن اوكي وانه الزواج هو سر من اسرار الكنيسه المقدسه انه يروح تممه للزواج المدني بزواج كنسي. هون ما لهم علاقه بعضهم ابدا، يعني ما علاقه، ما في علاقه انه اذا الشخص تجوز مدني يعني هيدا شخص غير مؤمن. هو عم بقول انا بدي ارتب علاقتي الزوجيه بالاطار المدني، بالاطار المدني بالقوانين القائمه بالنسبه لما فعله، يعني لا سمح الله صار في اي خلاف كيف بتصير المشاهده، الاصطحاب، النفقه، كل المفاعيل الزواج اللي بتتفرع عنه بيطبقوا ساعتها. بس هون في 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 مساله انه هيدا الزواج ممكن يعترض مع يتعارض، يعني يتعارض مع السر يلي بنقول عنه السر الزواج بالكنيسه هو سر وكثير مهم بالكنيسه. طيب اليوم مع احترامي لكل
المؤسسات الطائفية بلبنان. يعني إذا وصلت على قبرص أو على تركيا أو إذا كنت بفرنسا أو بأمريكا عم تتزوج مدني، عم يجوا وينتج مفاعيله إنه كيف نحن نقبل كدولة وكطوائف بزواج معقود بين اثنين لبنانية أو يمكن لبناني مع غير لبناني ببلد بيبعد عنا 10 دقايق بالطيارة، نجي ومنسجل له إياه وينتج مفاعيله. طيب الباطل باطل، يعني ما بيقدر يكون سوري اليوم على التاس، ما بيقدر يكون صحيح وبكامل مفاعيله إذا عمل بدولة مجاورة، وغير صحيح ولا منتج لمفاعيله إذا صار بلبنان. طالما غير الزواج المدني منه مخالف للنظام العام، وإذا بنرجع نحن تقريبا ل 73 أكثر كمان 83 إلى سنة 36 وقبل استقلال لبنان، إجوا على أيام الفرنسيين ونعمل إنه في بعد ما يسمى بطائفة العلمانيين. هون كقانون مدني بيساهم بتنمية النظام العلماني والمدني؟ هلا أعطيك مثل بسيط، وهون اللي عم يسعوا تيطبقوا خاصة بالزواجات المختلطة بين مسيحي مع غير مسيحي. نحن بنعرف انه اليوم اذا مسيحي زوج من مسلمة او مسلم جوز من مسيحية لا يرث الواحد الاخر، لانه بالدين الاسلامي ما لا يمكن لمسلم ان يورث غير مسلم بالموضوع. طيب هون عم نوقع باشكاليات كبيره بهالموضوع. فمشان هيك بيجي القانون المدني تيوحد بين كل المواطنين اللبنانيين، وهو مدخل على الاقل له في قوانين الاحوال الشخصيه انه يتنظم كل هالامور ويكون في مساواه بين كل الافرقاء. هلا نقمه رجال الدين الاسلاميين انه عندهم بعد بالارث انه حصه الذكر حصه الانثيين، انه المراه لا تتساوى مع الرجل، عندهم تعدد الزوجات للرجل بالرغم انه القانون المدني ما حيكون في تعدد زوجات، يعني انه مخالف بالقانون المدني في مساواه بين الرجل أكيد. والمراه ايه. وفي رفض لتعدد الزوجات، وهلا في كثير من الدول الاسلاميه رافضه تعدد الزوجات، تونس تركيا في كثير من البلدان، وحتى بيطبقوا القانون المدني بالزواج. يعني القانون المدني يلي بده ينوضع هو بده يتطبق للبنان حاليا، اذا صار في زواج مدني خارج لبنان القانون المدني يلي يطبق اذا صار في خلاف هو قانون الدوله اللي تنفي الزواج. صح صح, صح. هذا اللي عم نحن وعندنا كثير حالات، يعني ساعتها بنطبق القانون اللبناني وما في وما لنا بحاجه نطلع على برا او نجيب القانون لنقول الاجنبي والترجمه يعني ما هذا عم بتصادفنا في كل نجيب القانون التركي الاوبرسي الفرنسي الامريكي. طيب بين الزواج الاختياري والالزامي شو الفرق؟ الفرق انه بالاختياري عم تنشئ طائفه جديده. بالاختياري عم تنشئ طائفه جديده، طائفه اللي انت العلمانيين. في كتار قدموا وقتها وشطبوا مذهبهم عن الهويه. هذا لا يعني اذا شطبوا مذهبهم عن الهويه انه انشطب مذهبهم بالسجلات الدوله، لانه لما بدك تعمل طائفه 18 او السنه بال 19 العلمانيين بدك تعدل كل القوانين. اول شيء بقانون الانتخاب، هول يجب كاي مواطن ان يمثلوا ويمثلوا هول طائفه مثل بقيه الطوائف. طيب هذا وين بده ينتخب؟ بأي ألم؟ ما بحطك ألم الماروني، ألم الأرثوذكسي، ألم الإنجيلي، بس هول الأشخاص كمان ما فيك تحرمهم من حقوقهم المدنية. هوني بكتير مواضيع بتصير بدها تعديل كامل للقوانين. أما بالإلزامي يبقى إذا بدك توزيع الطائفي
للوظائف للمجلس النواب للانتخاب، وانما يخضعون لعنون احوال شخصيه موحده للكل. هذا وهذا اللي سيدنا البطرك عم يطالب فيه اسوه بكل بلدان المسيحيه اللي قلت لك 99% منهم عم يطبقوا النظام الالزامي، نظام الزواج الالزامي الموحد للكل. هذا الفرق. هلا الاختياري انه يخيل اللي بده انه يروح على المدمت ما بيروح على قبره. حاليا هو اختياري اللي عم بيتم هلا، اللي عم يطلع يتزوج خارج لبنان هو زواج اختياري وعم بيجي يقول انا تجوزت برا وتفضلي يا مديريه الاحوال الشخصيه سجلي زواجي. اركي وعم بيخضع لمفاعيل القانون البلد اللي تم عقد الزواج بظله. عم يتطبق انه عليه، عم ياخذ كل مفاعيله. هلا بتقلي يمكن شو نظره الكنيسه بهيك حاله؟ في بعض الكنائس تتشدد، بيعتبروا انه الزواج المدني منه زواج بمفهومه الكنسي. هو رابط، هو يعتبر رابط ابدي، وفي جمله ما ربطه الله لا يفرقه انسان، ما جمعه الله لا يفرقه انسان، يعني هيدي مركزين عليها. وهون بتتناقض كمان مع فكره الطلاق يلي هي بترفضها الكنيسه بترجع بتقبلها بالبطلان الزواج، فهيدي في نوع من التناقض بالموضوع. طيب هلا تعال لك وين شربي. هلا ممكن كثير واليوم عم بتصادفنا زواجين أمامتون، يعني زواج مدني وكنسي لنفس الأشخاص. بيجوا يمكن بيسجلوا الزواج المدني ويدل الزواج الكنسي قائم. هلا بيصير في طلاق مدني بس بيضلون بالزواج الكنسي، معقود هذا الزواج لحين صدور قرار من المحكمة الروحية ببطلانه بالعملية. وفي تقريبا هون إذا صار 70% من الزواجات لدى المسيحيين في زواجين مدني وكنسي عم بيكون. بس ضيف معلومة بالنسبة لأخواننا الإسلام، لا مش بالضرورة أبدا يكون الشيخ موجود لعقد النكاح، عقد القرار بيناتهم، يكفي الزوج والزوجة واثنين الشهود ليصبح الزواج قائما. يعني مجرد ما قالت له زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله أصبح قائما هذا الزواج بين الفريقين. مجرد الكلام ايه؟ فقط، ما ضروري مع اثنين الشهود مكتوب قول ايه فلان وفلان بالتالي كذا عقدا وفلان قرنهما بحضور الشاهدين فلان وفلان. اركي هلا لانه ما في طقوس او مراسيم تنعمل مثل ما نحن بنعمل بالزواج انه المسيحي. هو عقد بكل ما الكلمة معنا، والمقدم والمؤخر قد ايه المقدمه وقد ايه بيحطوا انه في حال صار الطلاق قد كله 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 بحطوا بنود. اكيد يعني بده يكون في عقد زواج فريق اول وفريق ثاني بالرضا والقبول مثل ما بنعمل اي عقد اليوم. يعني مش ضروري وجود الشيخ شخص أبداً أبداً. شخص الشيخ حتى هو يكون في عقد زواج عند غير المسيح. الشيخ سهل يعني بياخذ العقد وبروح بيسجله بالمحكمه. عارف كيف؟ طب لنعتبر صار في زواج مدني وهو الزامي والشخص بده يتزوج كنسي ومدني، وصار في خلاف وصار في بطلان او طلاق بالمدني، وشو بيصير بالزواج الكنسي؟ وهيدي اللي عم بقول لك عم تصادفنا كثير. يجب كمان انه يكون في بطلان زواج اذا عم نحكي كاثوليكيا نعم او ارثوذكسيا في عندهم طلاق كمان يعني طوائف غير بطلان الزواج، والا يبقى الزواج الكنسي قائما. يعني اذا بده يرجعوا يتجوزوا اشخاص ثالثين المتزوجين وطلقوا مدنيا بيقدروا يتجوزوا مدنيا بثاني زواج بس ما بيقدروا يتزوجوا كنسيا. هلا مؤخرا في بعض البلدان اعتبروا انه اذا صار في طلاق مدني اوكي صار يسهل عمليه بطلان الزواج الكنسي. يعني كانوا عم ياخذوا فيه ابروفل يعني approval. سماح ايه لانه للمؤمن انه مش ما يرجع يقع بعلاقات زنا
او يكون زواجه الثاني غير مبارك بالعمليه، عبس في تسهيلات واثبات على ذلك. اليوم نحن انا بالكاسات قانون الاحوال الشخصيه وسواء عملنا هلا على الموضوع هلا عم ينعطى تقريبا صار في عنا اسباب كثير واسعه لبطلان الزواج. يعني ما عدنا نكتفي بالثلاث اسباب القديمه اللي كنا نشتغل عليهم انه بده تكون اسباب قائمه ما قبل انه الزواج كي يبطل. هلا اليوم لاسباب نفسيه عدم تحمل مسؤوليات معينه عبء الزواج، وبيجي خبره نفسيه بتاكد انه 99% من اللبنانيين ما بقى قادرين نفسيا انه يتحملوا عبء الزواج، عم بيكون سبب لبطلان الزواج. وهيدي تنشا بعد الزواج مش ما قبل الزواج، ويبنى عليه بطلان الزواج. بالنسبه لاختيار الارض يلي بده يتم فيها الزواج المدني، ليه في رفض انه يتم على الاراضي اللبنانيه؟ اذا تم على الاراضي، بعتقد البترك اعترض على موضوع الزواج على الاراضي اللبنانيه، يمكن يكون الزامي بس مش بلبنان، في شيء هيك موضوع؟ لا ما بنقدر يكون الزامي ومش بلبنان. يعني الزامي بده يكون بلبنان، الزامي بده يكون بلبنان، يعني ما فينا ننقل كل اللبنانيه اللي بدهم يتجوزوا، يعني بكون عم نشجع السياحه العائليه والزوجيه خارج لبنان. نحن الالزامي يكون في لبنان. اما اذا عملوا قانون اختياري ممكن كمان حتى لما يتشرع، ما هلا اوريدي مشرع، يعني انا بوصل على قبرص بتجوز وبيجي لهون، ما قانون لبناني عم يسمح بهذا الزواج المدني، بس ما في نص، ما فينا نفصله على قياس بعض الطوائف انه لانه العمل بالخارج مجبور انا اقبله. لا، اذا كان مخالف للقوانين اللبنانيه ما بقبله. بس مجرد عم بقبله معناته منه مخالف للقوانين اللبنانيه، ويبسو فاكتو تحصل حاصل انه اذا العمل بلبنان منه مخالف للقوانين اللبنانيه. عرفت كيف؟ هلا وين المشكله انه ما فيش قانون مدني لبناني يرعى هون القوانين اللي عندنا بلبنان قوانين طائفيه. اذا رحت انا اليوم انا مسيح جوزت مسلمي بمثل ما عملت عند كاتب العدل وعملنا عقد وجينا على وزاره الداخليه الاحوال تفضلوا سجلونا، اوكي شو بدنا نطبق؟ اي قانون؟ قانون لبناني ما عندنا نحن قانون لبناني صالح لهيك لحل نزاعات قد تكون قائمه بين فريقي الزواج. هاي المشكله اللي احنا عم بتصادفنا. اوكي جوازنا بلبنان، بس اي قانون بدنا نطبق؟ للحراسه، للنفقه، لكل هالمعطيات الموجوده، مما يستدعي وجود قانون للزواج المدني. هلا بنبلش فيه اختياري بعدين بنحوله الزامي غير بحث، بس بدك قانون يرعى مصالح فريقي الزواج. برايك ماتر انطوان لوين رايحه المساله مع هالمد والجزر بمساله القانون المدني؟ هل في امكانيه لاقرار هيك قانون يكون الزامي؟ يبدو يعني اليوم وزيره الداخليه ريا الحسن مش من عندها هيك طلع على بالها انه ترجع، ونحن بكل فتره بيطلع ايام رئيس الهراوي وقبله كلياتهم، وكان ماشي وكان في قانون. ممكن نحن كرابطه مارونيه، انا كان امين سر باللجنه الدراسات الدستوريه والقانونيه، حضرنا شيء، قدمته بمشروع، حضرنا شيء من هالنوع حفاظا اول شيء على لبنانيتنا. بما معناه مش معناتها انه نحن ضد زواج الكنسي، بالعكس نحن عم نحمي زواج الكنسي، اوكي، وعم نقول لهم لا اللبنانيين يا اخي ما في شيء بيمنع انه انتم تطبقوا بالارث بين بعضكم، بالحضانه، بالحراسه، بهال كل الامور اللي ينتج عن هذا الزواج قانون المدني، بس هيدا ما بيمنع انه انتم تكونوا خاضعين لسر الزواج المسيحي. عرفت كيف؟ هلا انجبروا، خليك معي، يعني نحن من خلال عشرات القرون مئات السنين ما كان عندنا محاكم روحية، يعني جدك لا سمح الله هونك لما كان يختلفوا، اوكي ما كان في نظام
لما حكم الروحية بسنة 51. شو كانوا يعملوا قبل 51؟ عارفين كان بده كانوا يطبقوا الشريعة الإسلامية على المواطنين غير المسلمين، يعني كان يطبق، يعني ما كان عندنا نحن نظام طائفي، محاكم روحية مسيحية، عارف كيف؟ وكانوا إذا بدك ترجع كمان ما قبل لمئات السنين، يعني ما طلاق وبطلان، يعني هيدا المسألة كان الهجر إنه ينفصلوا عن بعضهم، بس ما كانوا فيه لا طلاق ولا بطلان زواج، وهذا كان أحد الأسباب إذا بتلاحظوا لنشأت غير ديانات ضمن المسيحية. بعض الملوك اللي كانوا بدهم يطلقوا والبابا ما يوافق لهونك، هاي مثلا بإنجلترا هون عم بيقولوا بروتستانت وما شو، لأن كان هذا الأسباب، لأنه ما كان عندنا طلاق. بروتستانت نسبة للرفض، بروتستي أنه يرفضوا هيدا الموضوع، قالوا بروتستو وقلبوا وقلبوا ومشوا. شو كلمتك الأخيرة ماتر أنطوان لليوم؟ كلمتي واضحة، أنا شخصيا بشجع عائلتي وولادي وكليتهم على الزواج الكنسي، لأنه أنا كمسيحي ماروني مؤمن بعرف أنه هذا سر من أسرار الكنيسة، إنما كأحوال شخصية وكعلاقات بين بعضهم ما في شيء بيمنع ابدا يكون القانون المدني هو الذي يرعى ما يتفرع عن هذا الزواج. بيبقى الزواج الكنسي مقدس ومن مارس، ومثل قلت لك 99% من البلدان المسيحيه الاكثر تعصبا وممارسه، مثلا بتاخذ بالفلبين، بتاخذ امريكا الجنوبيه كلها، بتعرف قد ايه بتعني لهم كمان المسيحيه، بس بيطبقوا قانون احوال شخصيه. هيدا البلد مفروض ينعمل قانون الزامي للأحوال الشخصية، الكل يكونوا متساوين، وهيك فعلا نوصل لدولة علمانية أقلها بالأحوال الشخصية، ويكون كلنا متساوين أمام القانون وأمام الدستور، وكل واحد يبقى إيمانه بينه وبين ربه، ما حدا بقول له غير إيمانك أو ما تأمن بربك مثل ما تعاليم الكنيسة أو بيتك. واليوم خود مثلا مثل الإمارات في عندك 200 مذهب، يعني الأشخاص اللي قاعدين بالإمارات ولا إجا البابا بيمارسوا كل مشاعرهم الدينية بحرية، وما حدا بيقول له وينكم، على بالزواج يخدعهم، على أمل أنه نوصل لقانون مدني بيرعى مسألة الزواج بلبنان. قبل ما تتركنا وتغادرنا ماتر أنطوان، بدك تختار لنا أي الفقرة. أي اليوم يلا ناخذ يلا على الوجه الاخضر. اخضر حلو، من مزمور 34:8: ملاك الرب حول اتقيائه يحنوا عليهم ويخلصهم. وصلى ملاك الرب يكون حارسنا كلنا وحارس هذه المؤسسه تل الميار مع كل طاقمها وبنوع خاص نور الشرق، وإلك والمديرة المشرفة سيدة ماري تريز حنان يلي دايماً عم تعطينا أفضل البرامج، ويلي عم توصل صوت المسيحيين لكل أقطار العالم، أوكي الشرق والغرب، ويلي فعلاً نور الرب عم يسطع من هالمؤسسة ومن نور الشرق. بشكر وجودك ماتر أنطوان، ضيف عزيز ودايما بتلبينا بالمسائل القانونية. نهارك مبارك. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع بريك ونرجع لنتابع فقرات برنامجنا.